السلام عليكم. يا مرحبا الله يحيي ذا الوجه. كيف الحال؟ يا مرحبا. عساك طيب. من وين؟ من نجران. اقرب شوي. يلا انت حيي ذا الوجه. الله يبقيك. عرفنا عن اسمك. حسن بن ملف اليامي. ونعم. ما عليك زود. جاهز؟ يلا هلا. جاي برا اكيد ما يبي لها. كيف يعني؟ جاي برا ولا طيارة؟ لا لا انا من سكان الرياض بس ماسكه الراس ونجران. الله يجعل ربي يوفقك. وياك طال عمرك. وياك. اكيد اني بسمع شيء كف. باذن الله. اكيد. باذن الله. بعدين تطلع السين عليك صدق. ليه؟ يعني خلنا نشوف شيء ما هو بزين. لا لا ما عليك. ما يطلع منك الا الزين. ان شاء الله. جعل ربي يوفقك فالك التوفيق. وياك نبدا. استودعناك الله الله يحفظك. وياك يا شيخ. فالهم التوفيق. الله يوفقكم. ايش اقول انا؟ الله يوفقهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا مرحبا. حياك الله. الله يبقيكم ويطول عمركم. عرفنا عليك. مساكم الله بالخير. سنور. معكم حسن بن ملف اليامي. ونعم. من الرياض. الموهبة منشد. إذا ما أنت منشد ترى ما. سب. إذا ما أنت منشد يمكن. هو حق إنشاد لكني متعود على المرة. لا لا فالك التوفيق توكل على الله يا حبيبي. أبدأ. أبدأ. توكل على الله. علموني وأنا عن حالتك ما داريت العذر يا شقى روحي وما شتاها الوجع فيك وانا اللي مرضت وبكيت نكبة الفال ما ينفع تنهتها يا هوى البال هذا نال عينك ساريت كان فيدك بقايا للوصل هتاها سلامتك سلام. يا سلام يا سلام سلام عندك ابو سالم يلا حيه الله يبقيك ايش حالك الله يسلمك ياسر ها حسن بن ملف حسن ونعم ما عليك زود حسن مبدوع ابهرتنا حضور متجلي اداك بالشله 10 على 10 طول عمرك متاهل معنا باذن الله الواحد الاحد لكن تأكد أن المراحل الثانية أقوى من ذي تنافس لك ناس يطول العمر ودي أنك تجي محضر صح ها سمعت والله يوفقك إن شاء الله وياك يا شيخ يا مرحبا والله أبو ملفي الله يبقيك يا حياك الله أبو ملفي أنا أبغى أقرب شيء قلبك ويكون بيت ولا بيتين مختصر صالح المانع اللي ودك أنا أحضر شيء صالح المانع ولا تبغون نغيره ما في مشكلة لا لا اختيار عندك حما نطلب من أحد شيء الاختيار عندك اللي أنت تجيب إيه هذه هي الدنيا على كل طرقة ما حد سلام منها وانا اللي زوتني يا ورق زدت جرحي العام حرقة وانا همومي من زمان محرقتني سلام سلام الله صوتك والله يوفقك عندك صوتك ابو ملفي زي ما قال لك ابو سالم ان شاء الله انتهى المراحل الجايه بس انك لازم تحضر لك شيء اقوى من اللي اديته اليوم صوتك واضح انه جميل ادائك مره اداء واحد كانه عارف المجال كامل قاعد تادي بطبقه ممتازه باداء ممتاز بس جهز لك شيء الايام الجايه انك تاهلت كتب لك الله التاهل ان شاء الله شيء قوي لانك بتنافس اسماء قويه اكيد شكرا لك بيض الله وجهك الله يهديك يا حبيبي مرحبا شرفت الله يوفقك سلامتك مرحبا بك ابو سالم سلم ايش رايك تسمع ايش قال ايش رايك اسمعك صح لا ولا اسمع